اللي يقبل شويه ديال الناس راه نعم خزر ديال السوق ديالو. السوق ديالو باش غادي نقول لك هو مزيان السوق ديالو خاصنا الزائرين يجيو لعندنا. دابا هنا في المجمع جات موقع ترا استراتيجي كيما كنا كنقولوا لك هنا خص المجمع ديما خصو يكون معرض دائم ماشي غير نهار ولا سيمانه. هنا في المجمع خصو يكون ديما معرض دائما معرض مفتوح على طول السنه ونديروا الاشهار لهاد الناس الزوار والجايين. نعم، الساكنه على المشكله ديال الخزاف وديال الساكنه الحمد لله خزافيه. ودابا ما بقاش كيختار اي بيت ولا كيدخلوا الخزاف. دابا الخزاف رجع للاصل ديالو، يعني ضروري خصك طيب في الطاجين، ضروري خصك تشرب في الغرب الطين، ضروري خصك تبني بخاريه الماء. يعني الخزاف راه قطعه منا. شنو يعرفك على الشيء ديالك؟ احمد الوزاني. الوزاني احمد رئيس التعاون الفخر.